النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالأردن خلال هذه الفترة وخلال الأيام القليلة القادمة. في البداية نذكركم بالاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، كذلك الحال ندعوكم لتفعيل زر الجرس لاستلام آخر التنبيهات العاجلة أولا بأول. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية بإسراد لأخر صور الأقمار الاصطناعية والتي توضح حركة السحب من حولنا والمستلمة لدينا هنا خصيصا في طقس العرب. نبدأ معكم في البداية بملحوظة سريعة، نلاحظ معكم هذا اللون الأخضر الفاتح أو الأزرق الفاتح، هذا اللون يعكس تساقط الثلوج النادر داخل العراق. لاحظوا معي منطقة بغداد، المناطق المحيطة بها استقبلت الثلوج متراكمة فجر وصبيحة هذا اليوم بمشهد نادر لا يتكرر كثيرا، ربما هو مرة أو مرتين خلال 100 عام الأخيرة تتراكم الثلوج في العاصمة بغداد وما حولها. لاحظوا معي الآن في حين كميات كبيرة من السحب المنخفضة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، هذه السحب كما نشاهد هنا، هذه السحب هي تابعة لامتداد منخفض جوي ضعيف متوقع أن يؤثر على المملكة مع ساعات مساء هذا اليوم والليلة القادمة وحتى ساعات صباح يوم غد الأربعاء. سيعمل هذا المنخفض الجوي على رفع درجات الحرارة، على سيادة أجواء ضبابية في الجبال وإنهاء موجة الصقيع والانجماد نظرا لقدوم هذه التيارات الرطبة الغربية الأكثر دفئا من مياه البحر الأبيض المتوسط صوب منطقة بلاد الشام، وبالتالي تنحسر الكتلة الهوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة التي تموضعت على المنطقة وأثرت قبل مع ساعات فجر هذا اليوم على مناطق العراق، تنحسر شرقا نحو الأراضي الإيرانية حيث تتأثر الأخيرة بعاصفة ثلجية. الحديث هنا عن الأراضي الإيرانية، لاحظوا معي الكتلة الهوائية الباردة قطبية المنشأ شديدة البرودة تتحرك مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم من العراق صوب الأراضي الإيرانية ثم أواسط آسيا. لاحظوا المنطقة الكبيرة التي أثرت عليها من تركيا بداية ثم سوريا، شرق سوريا، شرق الأردن، العراق، ثم إيران، ثم أواسط آسيا. لكن لاحظوا معي على النقيض تماما في الغرب هنالك تيارات هوائية غربية رطبة أكثر دفئا من التي ستؤثر على المملكة خلال ساعات مساء هذا اليوم وبلاد الشام. أيضا لاحظوا معي هنالك كتلة هوائية دافئة أو أكثر دفئا من المعتاد متوقع أن تندفع إلى المملكة مع عطلة نهاية الأسبوع القادمة ستؤدي إلى رفع درجات حارة بشكل كبير عن معدلات المعتادة. شاهدوا معي الآن مخرجات نظام الأمطار الخاص بطقس العرب مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم تعود الفرصة تتهيئ من جديد لهطول زخات متفرقة من الأمطار بالأخص في المنطقة الشمالية تكون متوسطة الشدة، لا يستبعد أيضا امتدادا نحو أجزاء من المنطقة الوسطى بما فيها منطقة العاصمة عمان خلال ساعات الليلة القادمة. لاحظوا معي هذه الألوان تقريبا شدة متوسطة للأمطار متوقعة مع ساعات مساء هذا اليوم، والأهم من ذلك ستعمل على إنهاء موجة الصقيع والانجماد التي أثرت على مناطق عدة في المملكة، جلبت درجات حرارة قياسية صوب الأجزاء الشرقية من المملكة على الحدود مع العراق. طبعا فرصة هذه الأمطار ستستمر بمشيئة الله حتى ساعات صباح يوم غد الأربعاء قبل أن تنحسر وتعود الأجواء للاستقرار مع ارتفاعات متواصلة متتالية في درجات الحرارة. شاهدوا معي الكتلة الهوائية الباردة كيف انحسرت عن شرق سوريا وشرق الأردن صوب العراق مع ساعات ظهيرة هذا اليوم قبل أن تنحسر كليا عن المنطقة باتجاه الأراضي الإيرانية وأواسط آسيا كما تحدثنا. على النقيض تندفع كتلة هوائية أو تيارات هوائية أكثر دفئة من التي أثرت على المملكة جلبة الرطوبة والأمطار إلى مناطق شمال وسط المملكة، في حين لاحظوا معي مع عطلة نهاية الأسبوع بالاقتراب نحو يومي الخميس والجمعة هنالك اندفاع لتيارات هوائية أكثر دفئا من مناطق من المعتاد من مناطق مصر إلى المملكة. شاهدوا معي الارتفاع الحاد في درجات حرارة، هذا اللون يعكس ارتفاعا ملموسا في الحارة مقارنة باللون الأزرق الذي كان في بداية هذه الخريطة والذي يعكس الأجواء الباردة التي أثرت على المملكة خلال الفترة الماضية بمشيئة الله. ارتفاع الحارة بشكل غير معتاد سيستمر حتى يوم السبت كما هو مبين
من هذه الصور. الآن نشوف نرى معكم الحارة المتوقعة في العاصمة عمان في الأيام القادمة. لاحظوا معي ارتفاع ملموس في الحارة من 9 درجات مئوية فقط يوم الأربعاء لتصل يوم الجمعة إلى 12 درجة مئوية، يوم السبت تتجاوز حاجز 15 درجة مئوية في العديد من المناطق والمدن الأردنية. أيضا مع ساعات الليل ارتفاع من درجات الحارة بحدود الصفر المئوي أو ما دون إلى 6 درجات ثم 8 درجات خلال الليالي التالية، وبالتالي أجواء عودة لدرجات حارة لمعدلاتها في البداية ثم تتجاوز معدلاتها يومي الجمعة والسبت مع أجواء أكثر دفئا من المعتاد لا سيما مع ساعات الظهيرة. إذن كملخص الحالة الجوية، انتهاء موجة الصقيع والانجماد التي أثرت على المملكة خلال اليومين الماضيين، زخات أمطار متفرقة مع ساعات مساء هذا اليوم والليلة القادمة في شمال وأجزاء من وسط المملكة، تستمر في فرصها حتى ساعات صباح غد الأربعاء قبل أن تعود الأجواء للاستقرار بعيدة ساعات ظهيرة الأربعاء مع ارتفاعات تدريجية وملموسة على الحارة تبلغ ذروتها هذه الارتفاعات يومي الجمعة والسبت. كان كل ذلك حتى اللحظة.